الإسلامي أنه ربط الثقافة بالطبيعة الإنسانية أو حسب التعبير القرآني بالفطرة، لأن الإنسان له فطرة واحدة لا تتغير هذه الفطرة من يوم أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الطبيعة، هذه الفطرة لا تتغير. الثقافة الإسلامية مرتبطة ومنسجمة انسجاماً كاملاً مع الطبيعة والفطرة الإنسانية. بعبارة أخرى، الدين الإسلامي يظهر إنسانية الإنسان عبر القيم التي يحملها والشعائر التي يأمر بها. كثير من الثقافات الأخرى لا تنسجم مع فطرة الإنسان، فلذا هي تبقى وقتية. وقت من الأوقات الناس يمارسون تلك العادة أو يحملون تلك القيمة التي يظنونها أنها قيمة، ثم بالتدريج هذه تسبب لهم مشاكل، لأن الأمر الذي هو خلاف الفطرة يسبب مشاكل للإنسان وللمجتمعات، وبعد ذلك يضطرون للتخلي عن تلك الثقافة. لذا الله عز وجل في القرآن الكريم بالنسبة إلى الإسلام يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صحيح إرادة ربانية إظهار الإسلام، يعني سيطرته على كل الأديان وكل الطرق وكل الثقافات وكل المعتقدات وكل الممارسات، هذا إرادة ربانية، ولكن الله عز وجل يجري الأمور عبر أسبابها. فما دام هذه الثقافة منسجمة مع الفطرة الإنسانية، لابد أن البشرية ستضطر في يوم من الأيام أن تنساق إلى تلك الثقافة. وكلما عجلنا في ذلك الأمر عجلنا في إنقاذ البشرية من مآزقها ومآسيها.